سلام، أنا نادية ماما شيماء الرجاوية مشجعة، عزيزة على الرجاء بزاف. والمعاناة ديالي معها وهي ملي كنبغي نمشي للتيران خاصها في الليل ما كتنعش مزيان، كتبقى فرحانة، الصباح كتنوض بكري كنوجدو باش نمشيو بكري للتيران. المهم ملي كنخرج ترونسبور كنلقى فيه مشكلة، هو أول حاجة طاكسي ما كيبغيش يديني، طاكسي حمر ما كيبغيش يهزنا، كيشوف الكروسة وكيسمع التيران ما كيبغيش. كنبقى واقفة ديك ساعة ساعة ونص دائما أي ماتش في كل مرة. المهم كيجي شي واحد يهزنا، كنمشيو للتيران كنوصلو، كنوصل ديما بحال كان الماتش مع السبعة أنا الجوج كنكون في التيران دائما، كان الماتش مع الثلاثة خصني 12 نكون باش نتفادى المشاكل. كنمشيو بكري وكل شيء، مي ما كيخليوناش ندخلو، كنلقى صعوبات في الدخول بزاف، كيجيو لي زون ديكابي بزاف مع المرافقين ديالهم كيبغيو يدخلو ما كيخليوهاش هي تدخل، وصافي كنبقى واقفة اش غنديرو. هي كتقلق وكتبقى بعض المرات تبكي ليا، وهادي مرة ضربوها رجليها مع الزحام وهذا، واش غندير غنصبر مع ديما ندير. بغيت شي مسؤول زعما يساعدنا ولا يديروا لها شي بادج ولا، حيت هي مشجعة ماشي كتبغي الراجة ولاقية راحتها في التيران. واش غنقول لك، ما نقدرش نوصف لك الفرحه ديالها في التيران، كتفرح بزاف وبدات كتحسن، بدات كتهضر، بدات كتحرك ايديها، بدات زعما كاين ولات شيماء اخرى، ماشي ديك شيماء اللي في الدار اللي ديما مريضه ديما ناعسه ديما هادي. والحمد لله واش غندير لها، مع ديما ندير ضروري خصني ندا كل ماتش ندير التيران. وبالنسبه للجمهور ما كيحترموش لي زون دي كاب، كيبقاو يضربوهم بالقراعيه الماء، كيبقاو فهمتي ما دايرينش اللي مشي مكان مخصص، مع ما نهضروا ما كاين لا مسؤول لا والو، يعني محقورين معاقين محقورين بزاف بالنسبه ل، حيت هما محبين ديال الرجاء. واش غنقول لك، بغيت المسؤولين اللي المسيرين اللي في المكتب يشوفوا من حاله هاد البنيه راه مشجعه ديالهم عزيزه على الرجاء بزاف، يعني كتحماق على شي حاجه سميتها الرجاء العالمي، هي ما كتهضرش ولكن انا كنهضر بالنيابه عليها، كنقول الاحساس اللي كتحس به. وعزيزه على اللعابه بزاف، راه مصوره معاهم كاملين، عز على زنيتي، عزيز على شاكير، عز على متولي، واللي عزيز عليك بزاف هو مالانغو، هو اللي عزيز عليها كتحماق عليه. وبغيت المكتب المسير يساعدها يشوفوا من الحاله ديال هاد الابنه ديالي، راه ما عنديش اللي يساعدني، عندها عمليه وبغيت اللي يساعدني، ودرت النداءات لبزاف الاماكن ودفعت الوراقي بدون، ما كاينش اللي كيستقبل ليا، كيقول لك واخا واخا شي حد ما كيجاوبني. والمعاناة ديالها راه كيما شفتوني، انا عايشه غير مع الوالده ديالي، ما عندي لا سكن لا والو، الاب ديالها مفارقين انا وياه، غير انا وياه كنعانيو، كنخدم شويه كنبيع ونشري شي شويه غير مصروفه، المهم ما كنوصلش للدواء ديالها وداك الشيء. بغيت اللي يساعدني، بغيت الدوله على الاقل يعطيوها غير شي منحه شهريه، ما عرفتش فين نمشي نكذب عليك. والبلاصه اللي ديتها ليها كيشوفوا فوق شوفه ناقصه، ديتها للطبيب بقيتي تسنى كيشوفوا فيها شوفه ناقصه، كما قلت في الانترفيو الاول ديتها للدونتيس عندها السوسه في سنانها وداك الشيء، ما بغاوش يحيدوا ليها والو، ما بغاو يحيدوا ليها حتى شي حاجه. المهم كنعاني بزاف، كنعاني بزاف، وسميتو كلشي كنخلصو، كلشي ركبت في الكار نخلص، ركبنا في التران كنخلص، واخا داير هذيك البطاقه وهادي جوج حوايج اللي ما كتخلصش شيماء، الحمام وكوافور ديالها، دول اللي لي فابور اللي كيبقى كتبقى فيهم، شي حاجه اخرى كلشي بالفلوس عندنا هنايا، يعني ما عندها حق في حتى شي حاجه، حتى من الدراسه ضايعه فيها، من الطب من اي حاجه، حاجه وحده دابا اللي كتمشي لها هو التيران، لقات فيه راحتها. وبغيتهم يساعدوني ما نكذبش عليك، لا كان شي محسن يساعدها، خاصه عمليه، خاصه كرسي متحرك، خاصه بزاف د الحوايج. الله يجازيكم اللي بغى يساعدها، الله يجازيه، وهي راه مشجعه رجاويه و ديما راجا في المنزل، كنعاني معاه بزاف كيما شفتو، راه صلع عندي على عدة 18 عام باش نهز، راه صعيبه شويه باش نطلع كيما شفتو عندنا الدروج وهادي، صعيب شويه ماكلتها حتى هي شويه صعيبه، كتعصب الا شافها شي حد شي يشوفها ماشي هي هذيك. والحمد لله شندير هادشي ديال الله، ما عندي ما ندير، كنعاني بزاف وما لقيت حتى شي حد اللي يساعدني، انا راه مع الوالده ديالي هي اللي مساعداني، خوتي شي حد اخر يعني كيساعدها راه ما كاينش. الرسالة الأخيرة كنوجه النداء كاع المحسنين اللي بغى يساعد شيماء، أنا درت نداء رشيد شو الساعة ما كاينش، بدون جدوى ما كاين والو، توصل بالتليفون توصل بكل شيء وما عيطش علينا عادي ماشي مشكلة، حيت هادشي أنا عندي عادي،
اي بلاصه كنمشيو لها اما تسنى اما كيشدوا الوراق بلا فائده. دابا كنطلب من المكتب المسير ديال الراجا يشوفوا في هذه البنيه، دابا راه ولات بنتهم شيماء الرجاويه مشجعه ديالهم، وحنا في اي بلاصه كاينه الراجا راه كنمشيو، في اي مدينه راه حنا معاهم. او الله يجازيهم بخير، اللي بغى يساعد هذه البنيه الله يجازيه بخير، وكنشكركم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.